بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله متابعي قناه مطبخ المؤمن وليد. كنتمنى تكونوا اخواتي في تمام الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعض واحد المجتمعات معمرين، يعني تحت طلب العديد من الاخوات اللي بغاو مسمى المعمر طيب في المقله. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا بواحد الحشوه اللي هي جد لذيذه ومتوفره في كل بيت. كنتمنى يخكم من اعجابكم. الى عجبكم اخواتي الفيديو بحال ديما ما تنساوش تلايكي وديروا لايك وتشترك في القناه بالضغط على زر سابوني وتبارطاجيو معنا الفيديو. كنتمنى لكم فرجه ممتعه. بالنسبه لهذا المسمن هذا بطبيعه الحال غادي نحتاجوا العجين. العجين سبق لي حضرته معكم اكثر من مره ديال المسمن، غادي يتغرب تاع الفيديو باش تعرفوا على المسمن اللي حالي، يعني الطريقه باش عجننا هذا العجين هذا. غادي نحتاجوا هنا كيف ما كتلاحظوا بالنسبه للحشوه، فانا خديت واحد الراس ديال البصله مشلطه، يعني حبه ديال البصل تكون مشلطه. كذلك خديت واحد الفلفله خضراء وفلفله حمراء، يعني فلفل احمر حلو اخضر واحمر، قطعناه مكعبات صغيره وشحرناهم شويه ديال الملحه والبزار التحميره والكمون والهريسه. طبيعة الحال كتبقى اختياريه، يعني شحرناهم شويه تاع الملحه والبزار وشويه ديال الفلفل الحمراء حلوه وشويه ديال الكمون. طبيعة الحال اما زيت المائده ولا زيت الزيتون تبقى طبيعة الحال حسب اختياركم. ملي تشحروا وتهبطوا تحط لهم شويه ديال المعدنوس مقطع كيف ما كتلاحظوا، وكذلك الزيتون مقطع اما اخضر او اسود، يعني على حسب اختياركم. صافي وتنطفوا عليهم تنهبطوهم غير شويه نصحضوهم فوق العافيه، يعني تشحروا مده 5 حتى 10 دقائق. صافي وتنطفوا عليهم. هذه الحشوه يعني ساهله جدا غير بالخضر. يمكن لكم تضيفوا واحد الجزره محكوكه، يعني واحد خيزوه محكوكه ماشي مشكل، ولكن زعما هذا الحشوه هذه تجي بسيطه وتجي لذيذه في نفس الوقت. غادي نحتاجوا شويه تاع الجبن كيف ما كتلاحظوا معايا، شويه ديال الفرماج محكوك والزيت النباتيه باش غادي نقرصوا، لان انا المسمن اللي كنطيب في المقله ما تندش ليه الزبده نهائيا، سورتو هذا اللي تيكون معمر، يعني هذا اللي تيكون في الحشوه ما تنديرش ليه الزبده، كنطيبوه بالزيت فقط. هادو هما المقادير بسيط وساهلين والنتيجه كتكون زوينه وكنحس براحه المسمن اللي هو رائع جدا. غادي تتبعوا معايا اخواتي الطريقه، نبداو على بركه الله. كما كتلاحظوا معايا اخواتي فانا خديت الجبن وضفتو الباقي المكونات بهذه الطريقه هذه. دخلت الجبن في المكونات، يعني الخضر اللي عندي هنا كما كتلاحظوا معايا اخواتي. كناخذ واحد القطعه من العجين، يعني واحد الكره، نحاول نبسطوها بالزيت مزيان حتى وكان يبان لينا سطح العمل من العجين. هنا كما كتلاحظوا معايا اخواتي فانا ورقت الورق العجين ديالي مزيان، يعني سرحته مزيان. غادي نجي على بركه الله لهاد نجيب هذا المربع هذا بهذه الطريقه هذه. غادي نبقى نشكلو على شكل بحال غادي نشكلو على شكل مربع، يعني هاد الطريقه هذه سبق لي وريتها لكم في المسمن المعمر بالكفته، يعني نفس الطريقه تقريبا. نحاول نبسطها شويه، ناخذ كميه من الحشوه نحاول نسرحها فوق المسمنه بهذه الطريقه هذه غير شويه الحشوه ما نكتروش. هنا تنجيب هاد نتنوع على شكل مربع، نحاولو نقفلو بهاد الطريقه هذه بهاد الطريقه هذه، تجينا المسمنه كلها معمره وفي نفس الوقت ما تخرجش لينا الحشوه نهائيا. غادي نوضع بهاد الطريقه هذه كما كتلاحظوا اخواتي. غادي نخليهم يستريحوا شويه بما كملت العجين اللي عندي كامل. صافي نبدا على بركه الله نطيب. هنا اخواتي من بعد ما عمرت العجينه كلها فانا حاولت ان نخليها ترتاح واحد شويه. صافي وتنرجعوا نسرحوها واحد شويه ماشي بزاف. صافي نطيبوها في المقله اللي تكون سخونه، نبقاو نرشوا شويه بالزيت ونطيبوا وندهنوا وانتم غادي تلاحظوا معايا الطريقه. هنا كيف ما كتلاحظوا اخواتي المقله طبيعة الحال تكون سخونه، تنرشوا شويه ديال الزيت النباتيه. انا كيف ما قلت لكم ما تنديرش الزبده في المسمن اللي تيكون معمر، نحاول نرش شويه وندور بهذه الطريقه هذه. صافي غادي نبقى هكا نقلب حتى وكان يطيب ليا المسمن ديالي ونزولو. طبيعة الحال العافيه تكون مجهده، يعني تكون البوطه مجهده والمقله تكون سخونه مزيان، نخليو المقله تسخن ونطيبو فيها المسمن ديالنا.
المسمن تاعنا ولا المسمنات تاعنا اخوات من بعد ما طيبناهم كيف ما كتلاحظوا فتيجيو رائعين جدا. كتلاحظوا ان الحشوه ما كتخرج ما والو بديك الطريقه اللي درنا ليهم، فهم كيف ما قلنا تيجيو لذاذ بزاف وتيجيو رائعين. فكننصحكم اخواتي تجربوهم، ما تياخذوش الوقت بزاف، والحشوه اللي درنا لهم حشوه بسيطه وفي المتناول، يعني فيها غير الخضر. فكنتمنى اخواتي انكم تجربوهم لانهم تيجيو لذاذ بزاف. وها الحلقه ديالنا راها سالات، كنتمنى تنال اعجابكم. الى عجبكم الفيديو اخواتي ما تنساوش ديروا لايك واشتركوا في القناه باش تصلوا بجديد الوصفات. الى حلقه مقبله بحول الله، دمتم في رعايه الله وحفظه.